الله يخليكم ما نخليوش يستديو غنديروا 120 يوم ديال البيمون يعني غنخلصوكم حنايا من هنا 120 يوم ايوا انا راه عندي واحد الفورنيسور اذا امتى خصني نخلص الفورنيسور راه 120 يوم تما خصني نخلصو ماشي مشكل عندي نهار الكريدي ديال البنكه ماشي مشكل صبر عليا الله يرحم الوالدين فهمتيني ولكن ما يمكنش مثلا الفورنيسور يفرض عليا 90 والكليان 120 اذا عندي واحد ديكالاج 30 يوم 30 يوم شنو غيخلصوا لي البنكه البنكه ما جاش ديزانتيري اذا الارباح ديالك لا رونتابيلتي ديالك تقل الوغ بالنسبه للرابور دو كوميسيون او كونت الوغ القانون ما قالش ان كوميسيون او كونت قال لو كوميسيون او كونت مزيان يعني كوميسيون او كونت اللي عندك ما قالش مدقق يعني قد بالفرنسي اذا بغينا هذاك لو كوميسيون مدقق مدقق المدقق ماشي مشى قال مدقق المدقق دونك يعني هو المدقق يعني هو ديالك كنفهموا بان ديجا كاين بالضبط فوالا الوغ بالنسبه باغ كونت بالنسبه للشركات دابا اللي عندهم ما بين 2 و 50 مليون درهم ما عندهمش كوميسيون او كونت دونك في هذه الحاله غتمشي حيت كاين فيزا هضرت عليها دابا انا خص واحد التقرير ديال الاكسبير كونطابل كونطابل اغري تسعنا باش نشوفوا هذا الاكسبير كونطابل كونطابل اغري هو اللي غيدير لكم بيان سور الفيزا ديال الكوميسيون ودايما بدا عندي واحد عاوتاني بحال هذوك الدوا هذي في تطوان مع 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 لي كونطابل اغري ديال تطوان بالنسبة للقاء اليوم ديال قانون 9921 مدونة التجارة اللي كيضم الفصل 1595 هو أنه كان لقاء تحسيسي بالنسبة للقانون الجديد اللي كان اللي خرج في ديكري 15/2023 واللي كان التطبيق ديالو ابتداء من 1/7 يعني جويي أو يوليوز 2023 هذا اللقاء هذا كما لاحظتوا بأنه كان حضور جد كثيف وكان واحد تبادل ما بين المساهمين وانه يعني مضمون القانون وانه يعني قانون اللي كيحمي بيان سور لي فورنيسور من الاداء وحدد الوقت ديال الاداء الى الحد 120 يوم او لا 180 يوم بعض الحالات بالنسبه لهذا القانون ايفيكتيمون عنده يعني عنده زعما دي زافونتاج وانه كيحمي شركات عامه لي فورنيسور ومن بينهم الشركات الصغرى وجد الصغرى والمتوسطه كما لاحظتم كذلك ومثال وانه كانت واحد المجموعه ديال الاسئله ديال ارباب الشركات بالنسبه للحالات ديالهم هما يعني بالخصوص وحاولت نجاوب يعني على الاسئله ديالهم بما فيه تاخير الاداء ديال لي كليان ديالهم بما فيه واش يعني الكالكول غيكون ابتداء من اي يعني من اي تاريخ واش لا دات دو فاكتور تاريخ الفاتوره ولا لا ليفريزون الى غير ذلك وبالنسبه عاوتاني كالكوميتي كانت واحد مجموعه الاسئله اللي كتضم الجمعيات ويعني والتعاونيات كذلك ومثال حول المقتضيات الجديده اللي جا بها القانون شكرا سيدي محمد على الله يديم الرضا استجابه ديال الدعوه ديال الهيئه المغربيه للمقاولات والمشاركه في هذا اللقاء ان شاء الله مازال الخير في لقاءات مقبله وفي المواضيع ان شاء الله الوسطه والتحكيم كما قال السي حسين هي مهمه جدا فاللقاءات ان شاء الله المقبله غتكون في هذا الاطار ديال السجدات القانونيه واللي طبعا خصنا ننوروا بها المقاولات خصوصا الصغيره اللي خصها الدعم خصها المذكره فشكرا جزيلا على حضوركم ومشاركتكم. ياتي هذا اللقاء التواصلي الجهوي في اطار ديناميه الهيئه على المستوى الوطني وعلى مستوى جهه طنجة سيدي الحسيمة ضمن سلسله من اللقاءات الجهويه اللي كنظموها في التوعيه وفي بدء المقاولات بما هو جديد مستجدد في عالم المقاوله كذلك الهيئه تأت أن تنظم هذا اللقاء لأن بعد صدور المقتضيات الجديدة ديال القانون ديال 9921 المتعلق بأجل الأداءات وهو قانون طبعا يلزم المقاولات في التعامل ديالها على مستوى الأداء ديال الفاتورات على مستوى الأداء بصفة عامة فمشكور الخبير المحاسبة السي محمد الحياني اللي قدم أهم المقتضيات بالشرح والتفصيل المقاولة طبعا اللي كان فيه نقاش حول في هذا الموضوع هذا اللي هما طبعا المقاولة
اللي هي طبعا مقاوله صغيره اللي هي متضرره من الاداءات واللي كيكون عندها واحد الاشكال كبير. معظم المقاولات اللي كتشد فبسبب عدم تاخر في الاداءات. فهذا اللقاء جا من اجل التوضيح باش يكون هاد، لان هنايا هاد جاب التدرج، لان كاين المقاولات الكبيره اللي عتبدا هي الاولى والصغيره وحنا ماشيين. فهنا جينا كهيئه باش نوضحوا المقاوله في خصص تخصص الادوار اللي كنقوموا بها، واننا كنحاولوا اننا نقدموا هذه اللقاءات هذه بين الاداره والمقاول في الجانب اننا كنعرفوا او كنقربوا المساطر الاداريه اللي كاينه في الادارات المقاولات. وفي الشق الثاني هو اننا هذه اللقاءات التواصليه تعريف بالقوانين الجديده اللي كتجي بها الحكومه. فهنا هذا هو الدور ديالها. الدور الثالث كذلك هو تاثير المواكبه في واحد المجموعه ديال المواضيع اللي هي اداريه قانونيه ماليه. كاين اما ذاتي ولا معنوي. بالنسبه للذاتي يخلص دفعه واحده 10000 درهم، طبعا كيخصهم يكونوا الشركات مؤدات يعني ماشي اون ليتيج. وبالنسبه للشركات ان بلافون ديال 50000 درهم تخلص انا وحده وكيرجعوا الشركات، يا يعني سواء بيرسون فيزيك ولا بيرسون مور. وطبعا كاين بزاف ديال الاجراءات وقيلا صراحتكم شفتوها في القانون الماليه اللي كان المشروع، واللي هي هاد اقتطاع من المنبع ديال التيفيا، واللي هي ضروره اصبحت، واللي حتى هي ماشيه في هذا الاتجاه باش لي فاكتور يبقاو الفاكتورات اللي كلهم صحاح، ما كاينش ديك الفاكتورات اللي طبعا. وشكرا.